Revue de presse. البارح رئيس الجمهورية البلجي قايد السبسي كان عنده نهار حافل واستقبل فيه برشا شخصيات وكانت اجتماعات سرية وخاصة في أغلبها، إلا أنه بعض التسريبات خرجت وحكيت على محتوى لقاءات هذية. نبدأ مع اللقاء الأول اللي حكيت عليه جريدة الصريح في صفحتها السادسة، تقرأ لقاء الحل بين قائد السبسي والعباسي، قائد السبسي للعباسي المدافع محلولة من كل بلاصة. بعد غياب العباسي على احتفالات قصر قرطاج بعيد الثورة، البارح لقاء جمعوا برئيس الجمهورية وكانت وضعية البلاد وخاصة أزمة الاتحاد، اتحاد الشغل مع اتحاد الأعراف والخلافات المستمرة بيناتهم أهم الملفات المطروحة للنقاش البارح. لقاء خرجت بعده تصريحات للسبسي وللعباسي. نخلي سناء بعد شوية تسمعكم أهم ما تقال في فقرة البوس. نمشي للقاء الثاني المهم البارح اللي جمع رئيس الجمهورية بالأمين العام المستقيل في حركة نداء تونس محسن مرزوق، واللي كتبت عليه جريدة الشروق في الصفحة 3، الباجي اللي مرزوق سعيت إلى توريثك أنت فلم تحفظ الأمانة. هذا الكلام اللي حسب مصادر جريدة الشروق قالوا الباجي قايد السبسي لمحسن مرزوق البارح، بما أنه كيتولى الرئاسة حط مرزوق مستشار ليه وما حطش ولده وخليه يكون في الصدارة وقت زيارته لعدة دول أهمها أمريكا. وقتها نتفكر الكل كي قام محسن مرزوق بإمضاء الاتفاقية في عوض وزير الخارجية. حاسين نخليكم تقرأوا تفاصيل اللقاء والكلام اللي تقال حسب جريدة الشروق وحديث على توريث، لا مانيش باش نورث ولدي، كنت باش نورثك انت، المهم في الحكاية الكل فما التوريث. في نفس الجريدة جريدة الشروق وديما في إطار لقاءات رئيس الجمهورية تقرأوا لقاء هام بين منذر الزنيدي ورئيس الجمهورية البارح. كيف كيف ديما في إطار النهار الحافل متاع سيلباجي التقى بمنذر الزنيدي أحد وزراء بن علي واللي كان ترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة. لقاء ما خرجتش حوله أي معلومات وقعد سري، إلا أنه المتابعين للمشهد السياسي وصفوه باللقاء المهم لما يحدث اليوم في الساحة السياسية وخاصة الأزمة داخل نداء تونس. أزمة نداء تونس ما زالت محل متابعة من بعض الصحف اليومية كما جريدة المغرب اللي كتبت أزمة نداء تونس والوقت المهدور للبلاد، الهروب من قارب الهيئة السياسية قبل الغرق مع تواصل موجة الاستقالات من الحزب، آخرها استقالة عبد العزيز القطي اللي ما زال كي تم اختياره في خطة أمين وطني وناطق رسمي باسم الحزب. البارح قدم استقالته وكتب على صفحته على الفيسبوك اتضح أنه مؤتمر سوسة ليس الحل بالرغم من مشاركة الجميع وقبولهم بنتائجه تحت إشراف لجنة 13. اللي حبيت نقوله كي قلت لكم هذه كل لقاءات من هنا وهناك لرئيس الجمهورية مع شخصيات مختلفة يمكن منها شخصيات فاعلة في البلاد، بين وضعية البلاد وأزمة الحزب الأول في الحكم اللي هو نداء تونس مجرد تعليق نقوله وأمضي. هل ينجح رئيس فشل باش يكون رئيس كل النداءيين باش يحل أزمة كل التوانسة؟